وحول هذا الشأن ينضم إلينا من القاهرة الباحث في العلاقات الدولية والتركية محمد ربيع. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا بحضرتك وكل مشاهدين قناة اليوم السوري. أهلا بك. يعني كما هو معروف أن وزير الخارجية التركي الأسبق يشار ياكيش كان من أعضاء حزب العدالة والتنمية. تصريحه الآن حول اعتبار الدخول إلى سوريا خطأ، ما مدلولات هذا الإقرار بالخطأ كما وصفه؟ في حقيقة الأمر الداخل التركي والجميع بات يعرف أن سياسة أردوغان باتت تهدد بالكامل، أثرت على الاقتصاد بشكل كبير، أثرت أيضا على حقوق الإنسان، حتى سياسته الداخلية في روسيا أثرت على علاقات تركيا بالعديد من دول العالم، من بينها العلاقات أيضا العربية التي تأثرت كثيرا بالتدخل التركي في الشؤون السورية. أيضا هناك توتر في العلاقات، الجميع يعلم أن أردوغان كان له أهداف سياسية وطموحات يرغب تحقيقها من خلال تيارات الإسلام السياسي، كما صرح السابق أيضا قائد الشرطة التركية أحمد يايلا في تصريح له أن أردوغان حاول يستغل التيارات الإسلامية بعد الربيع العربي في تحقيق حلمه وتحقيق إقامة الدولة العثمانية. نعم. طيب أستاذ محمد، يعني حقيقة الأصوات تتعالى وتتزايد في انتقاد سياسة حزب العدالة والتنمية الحاكم، وخاصة من رفقاء أردوغان نفسه وأعضاء مهمين كذلك في حزبه. ما هي ارتدادات وانعكاس هكذا انتقادات على الحزب نفسه وعلى الشارع التركي؟ في حقيقة الأمر النظام التركي تأثر كثيرا بهذه الانتقادات، وشاهد أيضا الحزب الحاكم العديد من الانقسامات والانشقاقات، مثل خروج علي باباجان وبعده أيضا أحمد داود أوغلو، إضافة إلى الحديث عن أكثر من مليون من القاعدة من قاعدة أعضاء الحزب بدأوا يخرجون من الحزب. هناك أيضا شعبية الحزب تراجعت، ربما تقدر اليوم ب 38% حسب استطلاعات الرأي الموجودة في تركيا. حزب العدالة والتنمية لم يستطع الفوز حتى في الانتخابات البرلمانية بنسبة كاسحة ليشكل برلمانا أو يكون هو صاحب القوة، إنما لجأ إلى تحالف لتشكيل حكومة. الحزب الآن ينهار بسبب سياسات أردوغان، بسبب الأوضاع في الداخل التركي والاقتصاد الذي تعيشه، بسبب الدعم للإرهاب، بسبب العديد من الملفات التي أقحمت تركيا فيها وأقحم الشعب التركي فيها دون أدنى ذنب، إلا هي مجرد طموحات نظام موجود فقط يطمح إلى تخريب ودمار بعض الدول، يطمح إلى تحقيق حلم زائف ربما لا يتحقق في أرض الواقع. أمام هذه السياسات الفاشلة سيد محمد، بالنسبة للوضع الداخلي التركي كما أشار الوزير الأسبق ياكيش، وهناك حديث عن احتمالية يعني إجراء انتخابات مبكرة، وكذلك أشار إلى ذلك زعيم حزب الوطن اليساري دوغو برينيتشك، يعني هل نتوقع إجراء هكذا سيناريو أن يقدم الانتخابات؟ من المؤكد سيكون هناك انتخابات مبكرة في ظل كل الأوضاع الحالية. أنت تتحدث عن حزبين جديدين سيظهران في الداخل التركي، أنت أيضا تتحدث عن اقتصاد تركي منهار، أنت تتحدث عن سياسة خارجية يرفضها الداخل التركي ويرفضها المجتمع الدولي، أنت تتحدث أيضا عن انشقاقات كبيرة في الحزب الحاكم، أنت تتحدث عن قمع ضد الحريات وحقوق الإنسان، أنت تتحدث عن كثير من المساجين الرأي وأيضا عدم وجود حرية الرأي. المحكمة الأوروبية حكمت العام الماضي أو أصدرت قرار العام الماضي بأن تركيا انتهكت المادة السادسة والمادة العاشرة، كليهما متعلق إحداهما متعلقة عفوا بفكرة حرية الرأي والتعبير عن الرأي، والأخرى عن المحاكمات النزيهة. أنت تتحدث عن أكثر من 4000 قاضي فصلوا في محاولة لتسييس القضاء. هناك أيضا الكثير من الأساتذة الأكاديميين، ربما يصل العدد إلى أكثر من 6000 أستاذ أكاديمي طردوا أو فصلوا. هناك أيضا بعض المدرسين، هناك الجنود الذين فصلوا بطريقة تعسفية من النظام في محاولة للاستبداد وفرض هيمنة منه على الشعب. هناك الكثير من الحقوق التي هدرت، كل تلك يرفضها الشارع التركي، مما سيجعل هناك انتخابات في حال وجود قامتين مثل أحمد داود أوغلو وأخرى علي باباجان، بالإضافة إلى أكرم إمام أوغلو والذي له شعبية أيضا كبيرة في الداخل التركي الآن. أشكرك جزيل الشكر الباحث في العلاقات الدولية والتركية محمد ربيع، كنت معنا مباشرة من القاهرة.